اتمنى من كل شخص يشاهد في هذا الفيديو الان يذهب الى حسابي على الانستغرام، تجدون رابطه اسفل الفيديو في الديسكريبشن، ويشترك به يعني في حساب الانستغرام. كل يوم انشر شيء جديد وما الى ذلك من ناحيه اخبار الهواتف والتقنيه وما الى ذلك. المهم اتمنى منكم ايضا تدعموا هذه القناه، فهي قناه مبتدئه وتستحق الاشتراك، تجدون رابطها اسفل الفيديو في الديسكريبشن. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم كريمو تك. اليوم بحول الله تعالى في هذا الفيديو راح نديروا مراجعه كامله لهاتف كوندور بليم التروا سمارت. المهم خاوتي قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش تتوصلوا بكل جديدنا من فيديوهات مراجعه الهواتف وتطبيقات اندرويد وما الى ذلك. اذا عجبكم هذا الفيديو بارطاجوه مع اصحابكم وديروا لنا جنب. لما نطولوا عليكم نبداو على بركه الله. اذا هذه العلبه من الامام، بعد ما تشتري الهاتف تجد العلبه هكذا مصممه من الامام، وهذه هي العلبه من الوراء فيها المواصفات وما الى ذلك. المهم نبدأ على بركة الله. جاء الهاتف بشاشة بمقاس 6.19 انش بدقة 1520 ضرب 720 بيكسل بلس اتش دي من نوع اي بي اس ال سي دي. اذا جاء بمعالج 8 نواة من نوع ميديا تك ام تي كاست 6762 بتردد يصل حتى 2.0 جيجا هرتز. نظام تشغيل اندرويد اوريو 8.1، ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت، مساحة التخزين الداخلية 32 جيجا بايت قابلة للتوسع عبر ميكرو اس دي حتى 256 جيجا بايت. كاميرا خلفيه 13+5 ميجا بيكسل زائد ضوء فلاش ليد. وكما تلاحظون الان اقوم بتجربه الكاميرا الخلفيه للهاتف، وجاء بكاميرا اماميه بدقه 16 ميجا بيكسل. وكما تلاحظون ايضا هنا اقوم بتجربه الكاميرا الخاصه بهذا الهاتف. والهاتف يحتوي على مستشعر بصمه الاصبع على الوجه الخلفيه بتقنيه فك القفل عن طريق تعرف على وجه فيس ان لوك. البطارية جاءت بسعة 4000 ملي أمبير في الساعة. صراحة بطارية ضخمة مقارنة بسعر هذا الهاتف، سوف نتعرف عليه بعد قليل. فبطارية كما قلنا بسعة 4000 ملي أمبير. الألوان الذي يتوفر بها هذا الهاتف وهي الأسود الأزرق والرمادي، يعني كل هذه الألوان على ما أظن متوفرة. المهم جيد جدا يعني بالدخول إلى تطبيقات، يسهل عليك عملية الدخول لتطبيقات وما إلى ذلك، يعني خفيف. ومباشرة نذهب لسعر هذا الهاتف في الأسواق الجزائرية. سعر هذا الهاتف في الأسواق الجزائرية وحاليا هنا عندنا فينجاوس 28100، يعني 2,828,000 دينار جزائري. المهم خاوتي كان هذا هو فيديو اليوم، أتمنى الفيديو يعجبكم وعجبتكم هذه المراجعة. خاوتي ديروا بليزير عفوا وبارطاجيو لنا هذا الفيديو، وديروا نجام وأبوني في القناة وفعلوا الجرس. إلى هنا دمتم في أمان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.